لما حد بيسأل عبير صبري عن الرجالة في حياتها دايما تقول دموع دموع دموع. آخر مرة بكيتي كانت امتى؟ بسبب راجل طبعا. يعني بصي، هو في الغالب انا ما بوصلش للنهايات السعيده في الغالب كده. طب فرحه، يعني راجل قدم لك فرحه في حياتك، بلاش الدموع. بصي، هما كلهم يخشوا يجيبوا لك بوكيه ورد، اول حاجه اخش عليكي بوكيه ورد فبتفرحي، فدي دايما اول فرحه. وبعد كده احباط. وبعدين يحبطك بقى، وبعدين يخذلك، وبعدين يطلع غير ما انتي متصوره، وبعدين كذا، وبعدين كذا، وبعدين كذا. طيب طلعتي وقلتي تصريح عن لسان فنانة تانية، وقلتي عن أنا صرحت عن فنانة تانية؟ على مواقع زي موقع مصراوي، جود نيوز سينما، قلتي صابرين، الفنانة صابرين هتقلع الحجاب قريبا. طبعا ما حصلش، ما حصلش. طبعا خدي بالك، أنا طول الوقت طول الوقت طول الوقت بنفي، ودايما اقول للناس يا جماعه انا لازم تشوفوني صوت وصوره، اي تصريح على الانترنت كذب. طيب الثلاث كتب دول اللي قدامي بالثلاث الوان، لو قلنا عبير صبري اكتر لون هتاخده في الكتاب، وده اللي بيعكس شخصيتها او تكتبي فيه لياليكي، حياتك العمليه، حياتك العاطفيه، حياتك بشكل عام، هيكون انهي كتاب؟ يعني مرتبط باللون؟ اللون الغالب على حياه عبير صبري. هو طبعا حياتي هي الثلاث الوان واكتر اكيد، بس انا دلوقتي ممكن اختار الابيض. استنونا بعد الفاصل.